لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري هو نطير آمنا بتغيير شباب حقق حلامة فيها يفرح الغير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. يرى الحروف والكلمات والجمل لكنه لا يستطيع قراءتها، ذلك لأنه مصاب بالديسلكسيا. ما هي الديسلكسيا وما هي أسبابها وكيف يمكن العلاج منها؟ كل ذلك في حلقة اليوم من حياتنا أحلى. رحب بكم مشاهدينا الكرام جميعا، وأرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأستاذ ساسي موسى، وهو اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل سلوك. أرحب بكم مشاهدينا مجددا، وأرحب بضيفي مجددا أستاذ ساسي. أهلا بك، نورتنا في حياتنا أحلى. بارك الله فيك وبارك الله فيك على الحلقة هذه وهالموضوع صراحة. نعم. بارك الله فيك. مرض الديسلكسيا مرض غريب شوية، فنبغى نعرف منك أكثر على هذا المرض، يا ريت تعطينا معلومات أكثر. طبعا اسم ديسلكسيا زي ما قلت انت حضرتك يعتبر يعني اطلاق يعني يوناني او لاتيني، يعني بما يعرب انه صعوبات التعلم من ناحيه اللي هي القراءه او الكتابه او حتى الحفظ بصفه عامه او تركيب الجمل يعني او استرجاعها. ديسلكسيا طبعا اكتشف هذا المرض في نهايه القرن 18 وحطوا له تعريف في بدايه القرن 19 المرض هذا. في فريق منهم يقول عليه مرض وفي فريق منهم يقول عليه اضطراب. هذه النقطة رح نجو نتكلموا فيها أكثر، خلينا نعطوا للمشاهدين تعريفات واضحة أكثر عن هذا المرض. نعم. طبعا يعتبر الديسلكسيا هذا طبعا من الاضطرابات اللي تصيب الطفل من ناحية القراءة أو من ناحية الكتابة أو إعاقة في القراءة أو في الكتابة تحت الطفل العادي، ما نقولوش احنا مثلا عنده نقص في الذكاء أو معدل الذكاء بتاعه نازل، ويلقى فيه صعوبة في القراءة أو حتى في التعلم بصفة عامة. ما تقدرش تشخص الحالة هذه إلا في سن البلوغ، كان بنتكلم على الموضوع. نعم. هو بصفة عامة زي ما قلت لك في فريقين، في منهم يقول مرض في منهم يقول اضطراب، لكن هو 80% اضطراب أكثر من هو مرض، لكن كان زاد لحد وسبب لعدة مشاكل وأحباط الطفل نفسه احنا نقوله راهو مرض. نعم. طيب مصطلح هذا بحد ذاته من وين جاء؟ طبعا المصطلح هذا يوناني، لان اول ما اكتشف المرض هذا ترى هذا من علماء اليونان نفسهم هم اللي اكتشفوا الموضوع هذا وتعرفوا عليه وحطت ليه التسميه هذه يعني. نعم. هل في اسم ثاني او مصطلح ثاني يكون شائع اكثر بين الناس، او هذا الديسلكسيا يعتبر انه هو مصطلح طبي؟ هو المصطلح الناس صعوبات التعلم يعني من ضمن صعوبات التعلم، تكلمنا في الحلقه الانفه والحلقه اللي فاتت. نعم. كان صعوبات التعلم او التاخر الدراسي هذا جزء يعتبر يتجزا من صعوبات التعلم ممكن يتواجه التلميذ او الطفل بصفه عامه يعني. طيب نجي للنقطة اللي كنت تكلمت فيها، ولكن المرة هذه بنتكلموا فيها بشكل تفصيلي أكثر. هل صحيح أن احنا نقول عليه مرض أم هو اضطراب؟ طبعا في حالة أنه هو مرض لما تصاحب عدة مشاكل، إذا ينقسم إلى قسمين. قسمين أيوة. نعم. لما تصاحب عدة مشكلات عند الطفل في حد ذاتها نفسها، سواء كان في الكلام في النطق أو حتى في السمع أو حتى في الإبصار أو حتى في الفهم أو تركيب الجملات، ويؤثر على الجهاز العصبي بتاعه، احنا نقوله هذاك الوقت أنه هو هذا مرض. نعم. لما هو عنده طفرات بسيطة يعني في الكلام مثلا أو في القراءة أو في الاستماع، احنا نقوله اضطراب ممكن تتعامل معاه بطريقة معينة وتتلاشى المشكلة، لكن كان هو معمق احنا نقول عليه مرض، لكن كان هو خفيف الأثر نتاعه ما هوش كبير هلبة ومش مسبب ربكة على الطفل نفسه والتلميذ، احنا نسموه فيه اضطراب يعني. طيب بعضهم يقول انه يندرج تحت الامراض العصبيه، تأيد النقطه هذه او لا؟ اكيد يعتبر من المرض العصبيه، يعني هو اكثر شيء اكتشف الدكتور الماهر في المرض العصبيه بصفه عامه بتاعت الاطفال، هو اللي اكتشف هذا المرض، او متمرس ليشتغل في هذا المجال هو اللي اكتشف المرض هو يعني. طيب لو نتكلم عن اسباب هذا المرض اكثر، هل له علاقه بالوراثه او الجينات ام انه يعتبر مرض مكتسب؟ كويس. بالنسبه للمرض هو او الاضطراب هو نسبه ارجحوا له العلماء يعني توصل النسبة نتاعها حوالي أكثر من 65% أنه وراثة، تعلم في وراثة لعب كبير جدا جدا، خاصة كان الأم عندها نفس المشكلة. في الأب أكثر، الأب ينقل المشكلة هذه للأطفال أكثر من الجينات الموجودة في الأم، توصل نسبة 40% يعني احتمالية ممكن كان هو أنجب 4 أو 5 أطفال يجي بينهم عيل مصاب بالداء الديسلكسيا هذا يكون مصاب به الطفل بصفة عامة يعني. نعم. غير الأسباب الوراثية هل هناك أسباب أخرى؟ الأسباب الأخرى اللي هي المشاكل التغذية عند الأم في فترة الحمل حتى هي لها دور. نفس القصة، الصدمات اللي تعرضها الطفل العمر نتاعها من زي ما فيها احنا من يوم الى 7-8 شهور، ما حصل خبطة قوية على الراس او حكاية اللعب مع الطفل اللي تحدث فيه فوق وحزادي تسبب لزي الارتجاج في المخ، تسبب المشكلة هذه عند الاطفال يعني. نعم. اذا يبقى السبب الرئيسي هو الوراثة. الوراثة. نعم. طيب في رايك كيف يمكن اكتشاف الاصابة بالديسلكسيا خاصة انه لا يلاحظ
وليس له أعراض مرضية ثابتة. كويس، احنا باش نكتشفوا الاضطراب هذا مرض هذا صعب كناس عاديين نكتشفوا ديما العائلة ما يخش للروضة أو يخش للقراية هذاك تنظبط أن عنده مشكلة زي هذه. نعم. لكن ما نقدرش نقولوا احنا مشكلة ديسريلكسي زي ما قلت لحضرتك إلا ما نشوفوا آراء خمسة من الناس اللي هو يكون طبيب احنا نقول فيها مختص في الأمراض العصبية، أخصائي الطب النفسي العصبي، ونشوفوا أخصائي نفسي يشتغل، أخصائي نفسي تربوي مختص في المراقبة وفي الانتباه نتاع الطفل، ومتخصص في زي ما نقول إقامة اللي هي المقاييس نتاع الطفل باش نقول عنده ديسلكسيا زي ما قلت حضرتك أو الاضطراب تاع التأخر بصفة عامة أو صعوبة التعلم، باش نقولوا عنده راهو مشكلة. احنا مستحيل نكتشفوا العيل، طبعا نكتشف عن طريق القراءة والكتابة أكثر شيء. لما تبدأ الدراسة. يعني تبدأ الدراسة ينكتشف عنده الاضطراب هو، لكن العيل عمره عام عامين ثلاث سنين صعب ما تقدرش تكتشف عنده المشكله هذه، انه مش حيوصف لك القراءه بالضبط بالضبط، مش حيوصف لك الكلام بالضبط نتاعه واسترجاع نعم. الكلمات انت نظبطه لما هو يقول لك انا كيف يكتب تستغرب، يكتب لك انا حرف كبير ويقلب لك الحرف ويكتب لك الحرف نازل اليمين راكب فوق تستغرب الكتابه نتاعك تلقاه السطر نتاعه مش يعني في عنده عده علامات ممكن تظبط بها ان عنده داء طيب يعني مش شرط مثلا يكون الدراسة، بس مثلا ما فيش في المنزل ألعاب يستخدمها الطفل تبين لي أنه هو مصاب بهذا المرض؟ لا مثلا ممكن نستخدم ألعاب فيها كتابة في قراءة ممكن. نعم. في حالة أن الأم والبو عندهم فكرة أو عندهم علم أو يلاحظ من الكلام مثلا الكلام ممكن كان في عندها تأتأة، ما هو تأتأة مرض جهة في مشاكل عيوب الكلام، ما هو في تخليط تصير فيه المشكلة. حتى الحالات زمان اللي شفناها احنا في الطب النفسي عند الأطفال عند ديسلكسيا زي ما قلت حضرتك يعني في الهلبة التشخيص يتلخبط فيه، فمات مش طيب. عارفين المشكلة نعم. بالضبط شنو صاير له، اللي تصاحب حتى أعراض أخرى أفراد الحركة وتلقى عنده حتى العدوانية يخلطوا له مرض حتى الموضوع التوحد، في ناس مش فايقة بالموضوع نفسه، تبي شخص يعني متخصص في الموضوع تخصص 100% باش يقدر يشخصها الحالة زي ما قلنا احنا وياخذ أربع آراء من الناس اللي ذكرناها مش احنا نقول عنده الداء هذا. يعني نقف عند نقطة تأخر الكلام والخلط اللي يصير بين تأخر الكلام والديسلكسيا، شنو الفرق بينهم يعني وفي علاقة؟ كويس، تأخر الكلام احنا المفروض الطفل العادي المفروض يبدا في الكلام من عمر عامين ونص ثلاث سنين. نعم. اما ديسلكسيا ممكن يجي في فتره معينه من العمر نتاعها ما عادش يتكلم لك، يقول لك حتى عمره اربع خمس سنوات او ست سنين ما يتكلم لكش، يعني تستغرب ويتصاحب انه حتى عنده صعوبه في القراءه وصعوبه حتى في التذكير. نرى بعض الاختبارات البسيطة باش تكتشف انه عنده ديسلكسيا، لكن مشكلة تأخر في الكلام ممكن يكون العيل مثلا عمره عامين، ممكن عنده مشكلة في الجهاز الكلامي نتاعي، ممكن عنده مشكلة في السنون، ممكن عنده مشكلة حول الصوتية، كبر صغر اللسان كان نبغوا نتكلموا، الفك فيه مشكلة، عنده مشكلة مجهوب الأنفية، ممكن يكون في اضطرابات نفسية أخرى؟ إي ممكن كان نتكلموا عليها مثلا العيل متعرض لصدمة نفسية كبيرة ما عادش يتكلم يخش في بكش نفسي احنا نسموه فيه مؤقت، تستمر الحالة عنده نوع من تأتأة أو ما يقدرش يتكلم لك العيل مظبوط. لكن ديسلكسيا مثل الموضوع يستمر معاه يوصل حتى لسن البلوغ، انا شفت في الطلبه يقرا في اعدادي عنده مشكله صعوبات في القراءه، هو ذكي ويفهم في كل شيء. نعم. في الشفوي مثلا زي ما نقولوا فاحنا ممتاز، لكن في التحرير ما يقدرش كيف يكتب كلمتين فوق بعضهم، يعتقد انه هو العيل عنده نقص في النمو العقلي ما يحسبوش انه عنده ديسلكسيا هذه. وهذا موضوع المفروض ينتبهوا له لانه موضوع خطير، ما تنساش احنا عندنا في ليبيا الحالات تزيد كل يوم على يوم، يعني اخر برنامج احنا درناه وتقسمنا له العدد واصل من 5-6% من الحالات من الاطفال يعانوا من هذا الداء هذا، راه موضوع المفروض ينتبهوا له الناس اللي يشتغلوا في المؤسسات التعليميه باش ما يقعدش الطفل هو الملام او ما يقعدش الطفل هو الضحيه. يعني نعم. طيب كل ما اكتشف هذا المرض كل ما مبكرا طبعا كل ما كان افضل، ما هي ابكر سن ممكن تكون مناسبه بحيث اننا نقدر نكتشف فيها هذا المرض؟ هي افضل سن يعني المفروض نكتشف المشكله هذا والاضطراب هو المرضى هو اربع او خمس سنوات المفترض ندخلوا. نعم. مثلا من الرياض الاطفال مش اللي يقروا اللي فيها الالعاب هي الحركيه هذه، ونشوف الخطابه نتاع الطفل كيف شكلها الصعاب نتاعها رؤيه الاشكال ورؤيه الكتيبه رؤيه القراءات ونطبقه ونحاول نستخدم مع موضوع الرسم اكثر وحركه الايد ونشوفه ونطابقه على حركه الرسم وحركه الايد عند الطفل بصفه عامه والالعاب وكيف في عنده استيعاب ما عندهاش استيعاب، ممكن نكونوا فكره انه عنده مشكله زي هذه باستعانه بدكتور متخصص في طب الاعصاب نتاع الاطفال وبالاستعانه في دكتور متخصص مرض العصبيه ومرض النفسيه باش احنا نقدر نكتشفوا الموضوع هذا، باش انك بروحك تكتشفه راهي صعب شويه. نعم. لان معظمهم تلقاهم طبيعيين يعني تلقاهم كويس ما عندهمش اي مشكله في الدكاتره نتاعهم سواء في النقص او في الزياده يعني. طيب حسب ما خبرتك من يشخص هذا المرض او هذا الاضطراب؟ قلت دكتور نفسي؟ لا قلت اول شخص يكون دكتور
تاع اطفال متخصص في الامراض العصبيه وبعطيه دكتور نفسي عصبي متخصص. هذا شنو يكتشف تحديدا الامراض العصبيه؟ يكتشف لنا عنده اجهزه معينه تستخدم الطفل جهاز رسم المخ. نعم. يديرها في بعض الاختبارات ويشوف المواصلات العصبيه نتاع الطفل بحد ذاتها من ناحيه القراءه من ناحيه الكلام من ناحيه الكتيبه. ممكن يحط له جهاز معين للبصر نتاعه باش يعطينا قراءات على الكمبيوتر يشوف كيف الكتيبه ممكن زي الحروف تعوم عمان مشقلبه مقلوبه يوصلوا توصيلات معينه بشاشه معينه تطلع الكتيبه. يا ريت بس اني حتى المنتج يعني حط صور باش اوضح للناس اكثر الصوره تكون اوضح للمشاهد. اكيد موجوده تعرض حاليا على الشاشه باش الناس نعم. تكتشف الموضوع هذا شكون تبين لك الاشياء هذه عن طريق جهاز الكمبيوتر المتطور. احنا الاجهزه هذه اللي احنا نشاهد حاليا هذه الصور احنا ما عندناش زي ما قلت احنا الاجهزه المتطوره جدا جدا. يا ريت بس في المراكز نتاع السمع والبصر خاصه في السم والبكم مراكز فئات الخاصه تتوفر الاجهزه هذه باش على الاقل نكتشفوا الموضوع بكري خير ما يكون الطفل هو الضحيه. يعني زي ما قلت حضرتك كل ما نكتشفوا احنا الاضطراب والمرض هذا بكري كل ما يكون التدخل افضل. ومن هذا المرض يصير في عفوا على المقاطعه يصير في من الديسلكسيا يصير في مرض نفسي اكيد يتعب الطفل نفسيا أكيد. ويبدا بالبكاء اكيد نعم. لانه هو الطفل لما يلقى في معامله سيئه او يلقى في احباط حيمر بحاله نفسيه لان الانطواء وتصير معه عزله اجتماعيه ويخش في اكتئاب كيف ما نشاهد هذه الصور حاليا اكيد يخش في عمليه الرفض عند الطفل بصفه عامه انه اصاب بالمشكله هذه تصير نوع من الاحباطات حتى نفس القصه تخليه انه هو ما عادش منسجم مع الناس الموجودين فيه والمحيط اللي في صار معه يقرا كويس يجاوبه كويس يلقى فيه زي رد فعل كويسه من المعلم خاصه المعلم كان هو مثلا نقول في الليبي كان فد منا او تعب من عيل نفسه او تضايق او عصب عليه خلاص العيل يخش في حاله نفسيه اكيد يعني الانطوائيه والعزله يخش حتى في اكتئاب ويكره حتى التعليم وكما عادش بينقرا خلاص حيصبح شخص رافض للتعليم يعني. طيب استاذ ساسي في فئه عمريه معينه تصاب بهذا المرض؟ اكثر شيء يصاب به الذكور اكثر من الاناث. الجين زي ما قلت لك الجين يلعب اكثر في الموضوع هو تعرف ان الجينات الانثويه اسرع من ناحيه الادراك والتفاعل بصفه عامة احنا نقولوا فيها ديما انا كان كنت نتكلم اول وحدين نتعلموا الكلام الدول البنات اكثر من الاولاد ديما الكائنات الاناث بصفه عامة يعني اختلاط الاجتماعي اكثر من الذكور احنا نسموه فيها يعني نعم. طيب ماذا عن الاعمار؟ الاعمار اكثر شيء يصاب بها الاطفال المشكله هذه الديسلكسيا يصاب بها الطفل قلت تستمر معه حتى في سن البلوغ يعني إذا تستمر حتى لسن البلوغ ما فيش عمر معين عنده مشكله هذه اكثر شيء طبعا تنتشر ما بين الاطفال تكبر معاه في حاله انه ما كانش في تدخل مبكر ما كانش في جهات داعمة الموضوع هو او ناس داعمين ليه تصبح عنده مشكله ويصبح عنده زي مرض مزمن. دور التدخل المبكر ليه دور كبير اكيد ان كيف يكون في تدخل مبكر زي ما قلت حضرتك ما تصبحش مشكله مزمنه يعني من الطفل في كل مراحل نتاعه العمريه تقول عنده زي الربكه. في حال في تدخل مبكر من اخصائي نفسي ومن اخصائي الاجتماعي واخصائي التربيه الخاصه المفروض موجود فصل المؤسسات التعليميه بالتواصل مع الدكتور متخصص مرض العصبيه ومرض النفسيه اكيد توصل لحل يعني بحيث انه ما يضيعلكش الطفل هواء يعني. نعم. لما يكبر معاه الطفل لما يكبر معاه هذا المرض لسن البلوغ ممكن يصعب علاجه؟ اكيد صعب انه خلاص يعني لازم تعليم الطفل في سن صغيره شيء مهم جدا. نعم. لانه مش زي الكبير الطفل يتقبل لك زي تقول الاوامر من نديرك وديرك مش زي شخص كبر وبلغ كان يح خلاص انا كبرت شي ما زال ندير بها القرايه خليني هيك وخلاص على الاقل ناكل ونشرب ونخدم في خدمتي وخلاص ما عندي شيء علاقه بالقراءه والكتابه يعني. طيب انا شفت حالات زي ما قلت حضرتك ناس كبار عمرهم في 30 40 سنه عندهم الداء هو والمرضى هو لكن خلاص انا كبرت وبدأت نشتغل ما عندي ما ندير به يعني اني نتاهل طيب دور المعلم زي ما نعرف انه هو دور المعلم مهم جدا الموجود في مؤسسات التعليميه فلو توضح لنا دور المعلم بشكل تفصيلي اكثر في اكتشاف هذا المرض. احنا في مشكله كبيره نحن منها في ليبيا للاسف شديد كل شيء ناخذ فيه بالمقلوب سامحني في الكلمه هذه الناس تسمع فيها راه تو في موضه دايرينها الولد كما يخش تمهيدي ما نقبلوش صف اول وهذا موضوع خطير جدا جدا وما هوش مزبوط. انت كانك معلمه تقري صف اول تبي كل شيء يجيك على الجاهز هذا راهو غلط وتتوقع الصغار يخشوا صف اول كلهم متعلمين وكلهم فاهمين هذا اكبر غلط وتتوقع ان كلهم اذكياء هذا غلط. لازم تحطي في بالك ان في فروق فرديه ومش من كل من يشتغل تمهيدي يشتغل صح في ليبيا للاسف الشديد، لان التمهيدي داروا في ليبيا داروا اداء للتعليم وضغط على الطفل تصبح شخصيه رافضه للتعليم، وهذا تصبح في مشكله راهي كبيره راه. يعتقد ان الاهل لما العيل يكون حافظ الارقام من 1% حافظ الحروف بيخش الصف الاول يستريح، لا انا نقول لك غلط هذا ماهوش مضبوط، لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم اشار في اشاره قال لك علمهم سبع ضربهم في 10 حتى العلماء استغربوا قال كيف التعليم في سبع وتو العلماء اكتشفوا ان النمو نتاع العقل بالكامل يكتب في سن 7 سنوات، يعني مفترض العيل اللي يقرا صف اول يخش عمره 7 سنوات كانوا بنتكلم المواضيع هذه الفنيه والمواضيع العلميه. المشكله في المعلمين صف اول وثاني وثالث ديما نقول فهنا الكلمه هذه المفترض على وزاره التعليم نفسها والمدارس
المؤسسات التربويه بنحط لك ما نحطش على صف اول وثاني وثالث اي معلم. نعم. لازم نحط معلم عنده وسط بال، عنده خبره كبيره يكون تربوي قبل ما يكون هو معلم، عنده تقنيات مهنيه في الشغل نتاع هو، بحيث كيف يتعامل حاله صعوبات التعلم اللي زي هذه بس ما تسلكش الاحباطات. ثاني شيء مفترض في معلم صف الاول لازم يكون في معاه معلم مساعد، هذا شيء مهم جدا جدا باش يكتشف الاضطرابات عند الاطفال. افرض جيك اضطرابات من فئات اخرى كما نتكلم عن التوحد التخلف العقلي وتاخر دراسي. نعم. كيف تتعامل معها؟ هل هو المعلم اللي عنده في الفصل 40 30 عيل هل هو بيقدر يركز لك في الحصه بيركز لك في اضطرابات زي هي؟ ونجيب نقول فيها انا الى غايه اليوم جتنا حاله مش نذكر الاسم طبعا سريه. نعم. ولده قرا في الصف الاول، ولد ممتاز وكل شيء. لكن الولد قالت لي عمره مشبح زي ما تقول يشبح في شنطه في الصغار وكل شيء، لكن ما يعرفش يفرق بين المسطره بين القلم بين المحايه وبين البرايه. نعم. هذه المشكله. قالت لي اليوم تحكي امه جت وقت المدرسه عاقباتها قالت لي طلعوا. نعم. قالت لي طلعوا القلمات والمساطر من الهندسه، الولد قد يفتح الهندسه ويسكر ما يعرفش. عذرا على المقاطعه، ابقى معنا استاذ ساسي، ابقوا معي مشاهدينا الكرام، نخرج الى فاصل، تفضلوا معنا الى هذا الفاصل ومن بعد نواصل باذن الله تعالى. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير لما تملى بالخير. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، ارحب بكم مجددا وارحب بضيفي استاذ ساسي، اهلا بك مجددا. استاذ ساسي، قبل الفاصل كنا نتحدث عن دور المهم للمعلم وكذلك مساعد المعلم كما ذكرت في اكتشاف هذا المرض. كويس، أنا هيك كنت أشرت لي نقطة وطبعا صارت علمهم قبل الفاصل قلت حضرتك. نعم. تكلمت على الحالة اللي جتني اليوم من البو والأم، قلت لك والله المعلمة تعاقب في ابني بأنه هو تقول له ترى افتحوا الشنطة طلعوا القلمات والمساطر. ولدي مش قلت مش عارف القلم والمسطرة، أنا أول مرة يخش للمدرسة وأنا ما قريتهاش. المشكلة في صف أول ابتدائي المفروض المعلمة تخصص الأسبوع الأول تعلمهم المعلمة اللي هي مقتنيات الفصل بالكامل، شنو هو المقعد، شنو وظيفة الصبورة، شنو وظيفة المسطرة، شنو وظيفة المحاية، شنو وظيفة البراية، قلم الرصاص، الألوان، الكراسات، شنو كراسة الإملاء، شنو هي الحساب، شنو هي كراسة الرسم. هذه أشياء راهي مهمة جدا جدا. وكان العيل ما فهم لكش يقول لك هذا ولدك دماغه مسكر، يستقبل الكلمة زي دماغه مسكر، يسكر دماغه ويزيد يسكر. مول كل الفعل ردة فعل، لا المفروض يكون في وسعة بال في الأمور زي هذه. حتى مرة في قصة تحكي لي واحدة حتى يعني عندها بنتها تقرا في صف ثاني ابتدائي، قالت لك المعلمين كلهم يشكوا منها البنت هي. بأنها هي ما تنتبهش ما تفهمش، الأم داس على المعلمين اللي عندها بنت ضعف في السمع. طبعا هم يترجموا فإن هي ما تفهمش. الأهل مش حتى الأهل غير متعاونين، ما يكونش في تعاون من الأهل أصبح في مشكلة كبيرة. نعم. أنت يا معلم صف الأول اللي يجوا لك الصغار هما، هل من معقول أول يوم تقعد تكتب وتقريهم من الصغار؟ غلط، المفروض على الأقل أول يوم ثاني يوم تكون حصص لعب، حصص تعارف، حصص تفاهم مع بعضكم، تعلم وظيفة المدرسة شنو هي بالضبط، شو بدي في المدرسه، كيف بنقروا، شنو هم الحصص، يعني اشياء فنيه المفروض تكون موجوده عند المعلم في حد ذاتها، خاصه لما تجيك عيل عنده مشكله الدسلسكي هذه تصبح يعني في مشكله كبيره، يعني كان هو عنده مشاكل او تاخر في التعلم بصفه عامه، عنده نوع من الاضطراب،
حتى شخصيه رافضه مش حيتعلم لك يعني. كان الجيز نقول ذا رفضه معامله سيئه معلم نفسه حتصبح لي فيه مشاكل يعني. معلم قادر على اكتشاف هذا المرض او لا؟ المعلم المتمكن واللي عنده خبره يكون قادر، خاصه مثل الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي. سامحني، مش كل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، سامحني في الكلمه هذه. وقد تلقى اخصائي نفسي واجتماعي مجرد ما تخرج من الكليه ما عادش يواكب شيء فيه في العصر، ما عادش يتابع، ما عادش يقرا، ما عادش يطلع. يعني حتى الاخصائيين الاجتماعيين كلهم محصورين في المكتب بتاعهم فقط. وانا قلتها في حلقات فاتت، المفروض الاخصائي الاجتماعي يحضر الحصه مع الصغار، يقعد معهم يراقب الصغار، يشوف مشاكل بتاعهم، يشوف الحاجات بتاعهم، تواصلهم. اخصائي نفسي حتى هو يراقب، يشوف كل ما تكون حصه فاضيه يدبح على الصغار، يقعد وياهم، يدير لهم مقاييس، يشوف يدير لهم اختبارات معينه، يلعب معاهم العاب نفسيه، العاب سلوكيه، يشوف المقدرات بتاعهم. ما يجيش عندما قاعد يفصل المكتب بتاعك يجيك المشكله من فوق، وتلقى المشكله مثلا المعلمه مثلا نازلين في العيل وتجي ضده، من المعلمه زميلتك ولا المعلم زميلك، لا غلط. هنشوفها نشوفها الاخطاء التربويه اللي تصير. المفترض الاخصائي النفسي وخاصه الاخصائي الاجتماعي ما فيش باس كان قامز المعلمه احضر الحصه، هي ما هوش بيقيم المعلمه، المعلمه لها مدير ولها موجه، هي تقامز الاخصائيه التالي تستأذن من المعلمه في نهايه الفصل، شوف تراقب سلوك الصغار اللي ما انتبهش واللي ما يسمعش واللي سمعه ضعيف واللي ما اشياء مهمه بصراحه، تدير مثلا التقييم تاعها وتعرف شو مشكله عيل، تتصل بالاهل وتتواصل معهم يعني. نعم، اذا بحكم ان هذا المرض يكتشف في الدراسه تحديدا فدور المعلم مهم. دور المعلم مهم جدا جدا. نعم. مش بروحه، بمساعده الشخص المختص في المؤسسه التعليميه. ما عندهمش يستعينوا بناس من اي مركز، وحنا ديما نقول لهم فيها احنا كناس نشتغلوا في مركز مكافحه المرض السري، نقول لهم يا ناس تستحقوا اي موضوع تعالوا لنا، سواء كان تبوا تديروا تدريبيه. نعم. عندكم مشاكل في المؤسسه التعليميه تعالوا، احنا ابوابنا مفتوحه في اي وقت، تفضلوا احنا نشتغل بالمجان يعني، ما ناخذوش اي مقابل يعني. ابقى معي استاذ ساسي، الان استقبل عبر الهاتف الاستاذه فاطمه المشاي، اخصائيه فئات خاصه. اهلا بك استاذه فاطمه. السلام عليكم استاذي فاضل، نرحب بالاستاذ ساسي والدكتور حسن شطور. نعم، مش متواجد معنا في الاستوديو الدكتور حسن شطور لاسباب شخصيه، ولكن استاذه فاطمه، ما دور الكشف عن هذا المرض، مرض الديسلكسيا، في مساهمه في حل هذه المشكله؟ بالنسبه لمرض الديسلكسيا، نعم، يعني اثبتت لنا الدراسات، يعني هو يختلف، في ناس ما تعرفش تفرق بين الديسلكسيا والتاخر الدراسي. يعني بالنسبه للتاخر الدراسي، يعني هو بيكون في ماده معينه او في قصور معين، يعني مثلا شخص او طالب ما يحبش مثلا ماده الرياضيات او عنده قصور في اللغه العربيه. اما بالنسبه للديسلكسيا يعاني من خلل وظيفي عصبي، يعني في دوائر مثلا تكون في النصف اللي الايسر الخلفي من المخ. ومن نادر اني نلقاه شيء هذا في الاطفال اللي لديهم يعني تاخر دراسي. وهي بالنسبه للصعوبه، الديسلكسيا صعوبه مستمره وشديده في اكتساب مهارات عند خاصه عند الاطفال الاذكياء بشكل طبيعي. هذا بالنسبه لل تحدثتي عن الرابط بين الديسلكسيا وبين التاخر الدراسي. طيب، ما اهميه دور الكشف المبكر في هذا المرض؟ بالنسبه الكشف المبكر لهذا المرض، اللي هي يعتبر من على وعي الوالدين يعني لاكتشاف هذه الاشياء، خاصه هي الديسلكسيا والتاخر الدراسي متواجد يعني بشكل كثير في المدارس، اللي هي من خلال اختبارات الذكاء. مثلا لما نمشي في المدرسه نجي قبل هذا الطالب ما يعرفش يقرا في ماده معينه، او عنده مثلا تاخر او صعوبه في نطق كلمات، او ما يعرفش يرتب حروف او يقلب في حروف او يقلب في ارقام، مش تقول لا هذا ما يكونش مكانه في المدرسه، وامشي دير اختبار ذكاء، او مثلا متخلف عقليا او كذا ما يعرفش يكتب، يعني هالامور هذه. الكشف المبكر اللي هي لازم نحن ندير تدخل مبكر لهذه الامراض بشكل مكثف، ذلك يساعد الطفل على اكتساب مهارات والتغلب على صعوبات القراءه اللي توقف عليها شده الحاله، واللي تم تشخيصها من قبل الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي داخل المدرسه. نعم، ابقي معي استاذه فاطمه المشاي، سنعود لك، ولكن الان العوده مع الاستاذ ساسي. استاذ ساسي، كنا نتحدث عن الرابط او العلاقه الموجوده بين الديسلكسيا وبين التاخر الدراسي. طبعا زي ما اشارت الاستاذه فاطمه، صحيح ممكن تاخر دراسي في مواد معينه، ممكن في مرحله معينه تصير المشاكل هذه، سواء ممكن تكون في ضغوطات، في مشكله انمائيه في عقل الطفل بصفه عامه، الديسلكسيا تكون المشكله عامه عند الطفل. ما يقرلكش في كل المواد، ما يقدرش يتكلم لك في كل العبارات، ما يقدرش يسمع كويس وينتبه كويس. عمليه الرابط زي ما تكلمت الاستاذه من الناحيه الدماغيه، زي ما اشارت الاستاذه، هذه هو هذا الفرق يعني.
والمشكله زي ما اشارت الاستاذه صح في هلبة حالات في المدارس ضحايا بخصوص الموضوع هذا بيحاولوا ان هم يطردوهم او يحاولوا يرحلوا فيهم مدرسه مدرسه، ممكن يجاملوا ان مثلا ولد معلم ولد استاذ ولد فلان. هذا موضوع راي خطير حيحطم نقول في مستقبل الطفل، فلهذا لازم يكون في تفريق بين صعوبات التعلم وبين ديسلكسيا وبين حتى تاخر الدراسي. هذا شيء راي مهم جدا بصراحه، ومفترض المدارس والمؤسسات التعليميه تستعين بالجهات اللي فيها ناس مختصين، يكون في عمليه ربط ما بينهم متواصل باش نديروا تدخل مبكر باش الطفل او التلميذ ما يضيعليش من بين الطلاب يعني. نعم، كنا نتحدث قبل قليل عن دور المعلم في اكتشاف هذا المرض، وما زيد ما دور المعلم مهم، دور الاسره اهم. اكيد اكيد. نعم. كيف تعلق على دور الاسره في اكتشاف هذا المرض؟ اكيد الاسر للاسف الشديد ما تكون رافضه الموضوع، هذا ما يشوف ولده منه كويس وما فيش حتى حاجه طبيعي. هذا شو الموضوع سبب الرفض عاده؟ ما هذه الوصمه، يقول لك انا ممكن يكون موضع تعزير، يعذروني يقول اذا ولده مريض ولا مهبول، يكون سخريه واستهزاء خاصه كان هي بنيه. نعم. هذا الموضوع اللي احنا اللي نشبحوا له، فهمنا كيف؟ وهل اسر تجي خاصه عندهم البنات ما يعترفولكش لا من قال كان بنت عندها فيها الداء هذا والمشكله هذه، ومن قال لك في منها الدواء هذه؟ في ناس حتى تنفي هذا المرض اكيد يعني. تنفي مش منتشر اكيد، وهذا بيتهربوا من المسؤوليه نعم، ويعتقدوا ان هذه في مشكله راهي كبيره جدا جدا ومش حيناسبونا، وخلي عاد كان سمعوا انه مرض وراثي يخافوا الناس ان ياخذوا منهم ويعطوا منهم. هذا كله ثقافه مجتمع بصراحه، لما تكون ام من يضعف عيلها فيه مشكله كبيره والبو ويدس الموضوع هم جايين على طفلهم يعني. نعم. شفت على المدة فتني، شفت حالة في مدرسة تقرأ متلازم داون عنده مشاكل كبيرة ويقرأ في وسط مدرسة، لما جيت لهم قلت له ولدي طبيعي منك متلازم داون، واضح من الشكل قلت لك شيء ولدي طبيعي 100%، قصدي كضرب مثال يعني نقصد. ديما الأهل لما هم يعارضوك بالشكل هو تصبح راهي مشكلة، لأن خلاص والعيل حيتعب معهم يعني. وإحنا بصراحة أنا مش لاقي من يعاونه، لأن دور الأسرة له دور كبير، ما ينفعش بروحها بتحل لك المشكلة يعني. حتى نشوف فيهم نشوف فيهم في المراكز نتاع الفئات الخاصة شنو يدير، يحطوا في العيل في المركز فقط، يعتقد ان المركز بيلف بيلبيهم كل الاحتياجات نتاعهم، بيصلحوا كل العيوب عند الطفل. غلط، لازم العلاج الاسري مهم جدا جدا، كان ما فيش علاج اسري تصبح في حلقه مفقوده يعني. ممكن العلاج الاسري يكون اهم من الموجود أكيد. في لانه هو الطفل شنو يقضي معظم وقت نتاعه مع اسرته، مش حيقضي لك في مكان تاعت المراكز نفسها هذه الخاصه اللي يعتقدوا انها حتوفر لهم كل العنايه بالطفل يعني. المتابعه ضروريه أكيد. لمعرفه حتى يعني الى اي مرحله وصل فيها العلاج الابن. أكيد، وما فيش أي بأس حتى العائلة يخش الصف أو ابتدائي كان أم وأبوه حضر معه فصل فصل وقام زمان، ما فيش أي بأس يتضايق منها بعض المعلمين يقول لك لا كيف البوم قام زي فصل فصل الأم، لا ما فيش أي بأس، المفروض الصف الأول العيل جاي لك مثلا متعلق بأمه أو بأبوه أو عنده مشكلة أبوه مش مقتنع، خليه أبوه يراقب ويقام زي يقتنع أن ولده عنده مشكلة ويحاول من دماغه حكاية الوصم هذه. نعم. الآن أنتقل إلى السادة فاطمة. السادة فاطمة، كنا نتحدث مع الأستاذ ساسي عن دور الأسرة في اكتشاف هذا المرض، قلة وعي الأب والأم من الممكن هي أن تساهم في تفاقم حالة الطفل خاصة عند الضرب أو الإهانة. هو بالنسبة لوعي الوالدين يعني تهيئة جو ملائم في البيت والمدرسة. نعم. للطفل اللي عنده اضطراب يعني سواء في الديسلكسيا أو التأخر الدراسي. وكان الوالدين هذا استطاعوا أن هم فهم الحالة وأيضا يستطيعون مساعدة طفلهم بصورة راضيه يعني قدوا عليه حاجه اسمها ديسلكسيا من دون تشخيص ولم تعالج هذه على نحو سليم يعني. فهنا يصبح الطفل غير منسجم يعني. مثلا لما نجي لولي امر مثلا نقيم حالته نقول له مثلا ولدك عنده قصور في شيء معين سواء مثلا صعوبات القراءه او الكتابه وصعوبات النطق ويكون الطفل مثلا غير منسجم، فهنا الامر متروك لولي الامر يعني. نعم. لازم انها يتحلى بالصبر والحماس يساعد ابنه باش يتغلب على هذه عسر القراءه وايضا والتاخر الدراسي. وما نقولش انا مثلا ولدي خلاص ما عادش يجي منا ولا هو خلاص يعني يمشي للمدرسه زي قلت له، هذم يعني في منهم اطفال موهوبين ويعني سماتهم مشتركه. نعم. وايضا لازم نغرس انا في طفلي الثقة والعمل معاه خطوة بخطوة للتعليم يعني والقراءة والتغلب على هذه الأشياء اللي موجودة عند الطفل. أيضا هنا ما نحبش نطول عليكم، في يعني عندهم موهوبين في مجالات أخرى يعني مش زي ما نقولوا مثلا احنا خلاص يعني في الدراسة عنده مثلا قصور في مادة معينة خلاص ما عادش عنده يعني اتجاه في مهارة نعم معينة. نعم بالتأكيد سمعت عليها هذه النقطة بشكل عنده القدرة على العديد من القيام من الأنشطة، فمعرفة وفهم الطفل تجعل يعني هنا الأسرة إنها تعد برانتشتين من آخر ويحب
شيء من جديد ويكون عليه دعم من الأسرة ومن الوالدين بطريقة سليمة وبطريقة أفضل يعني. طيب سنعود لك استاذة فاطمة، والآن العودة مع الأستاذ ساسي. أستاذ ساسي، هل توجد مضاعفات لمرض الدسلكسيا؟ أكيد في مضاعفات حتكون في المستقبل، خاصة كان هي كانت بنت، وهذا موضوع رأي خطير، ما هوش موضوع عين، يخشوا في عزلة اجتماعية كبيرة زي ما أشرنا لها، تصبح عندهم اشتقاق في النفس، خاصة محاطين بهم من الأقارب ومن العائلة أكثر من الناس الغرباء، وحشكلهم خطورة جدا جدا. نعم. يصبح تتعاملهم مع الأقارب والناس القريبة بحذر، لكن مع الناس العادية حيصبح بطبيعية. بكي فكرتني في نقطة سادة فاطمة، أنا نعرف لعيب شخصيا في الكرة بصراحة في نادي كبير عند الداء هذا، وما شاء الله يعني ما فيش حد يعني عند داء دسلكسيا. نعم. هو تعب منها او بالتأكيد هذه النقطة هذه فيها يعني بشكل تفصيل اكثر عن المبدعين. ولكن ناتي او نعود لدور الأسرة تحديدا وقلة الوعي. كيف ممكن هذا الشيء يساهم؟ طيب زي حلقتكم في البرنامج هذا كويسة ممتازة، على الاقل الناس يعرفوا ان في داء زي هذا وما يقولوش لا غير ولدنا كما قراش كويس كما انتبهش انا تخلف عقلي بلا ماخذة او تأخر، لا على الاقل يعرفوا ان في داء دسلكسيا، على الاقل يعرفوا كيف يتعاملوا على الموضوع نفسه. بصراحة الإعلام ليه دور حتى هو بصراحة للناس، وكان الإعلام المرئي والمسموع والمقروء على الأقل الناس تفهم إن في إطراءات زي هي. أنا دائما لوم في دائما الأسرة لما يسمعوا إن الموضوع تعلق بشكل نفسي أو بشيء نفسي دائما يتهربوا ويكتموا عليه المشكلة. مو هذا هو، إحنا مشكلتنا في الصحة النفسية في فيها تدني على شنو السبب؟ لأن إحنا قاعدين الناس رافضين يمشوا للدكتور النفسي، يعتقد إن شخص مش الدكتور النفسي هذا شخص مجنون وفاقد العقل. إحنا هذه المشاكل اللي عانونها في ليبيا، ثقافة المجتمع بصفة عامة. نعم. ديما يربطوا بالمرض النفسية بالجنون، الإنسان فقد عقله، حتى الإنسان اللي فقد عقله نتاعه على الأقل عنده شوية في عقله قاعد يشتغل، تقدر تنمي هو بحيث تقدر توعيه وتقدر تنصحه وتقدر تجيب له طريقة من تكلمه في الحلقات الجاية بخصوص الموضوع زي هو. فالمضاعفات زي ما قلت حضرتك طبعا حتسبب لها مشاكل نفسيه والانطواء زي ما قلنا والاكتئاب والعزله. نعم. حتى الاجتماعيه وحتى عدم تكوين ثقه في نفسه الانسان هو، وصبح حتى نوع من الاحباط يعني حتى في المستقبل حتى من الناحيه الاسريه تصبح عنده مشاكل الانسان هو. فيها مضاعفات خطيره في المستقبل اكيد اكيد تقول على الانسان بصفه عامه يعني. نعم. طيب لو تشرح لنا ما الذي يحدث للطفل او الشخص المصاب بهذا المرض بهذا الاضطراب او خلينا نقوله عندما يحاول القراءه؟ كويس. الطفل لما يجي بيحاول القراءة بصفة عامة تلاحظ عنده فرط في الحركة، ما عنده شكل انتباه، تلاحظ عنده سلوك زي سلوك العدواني يعني تستغرب يتحرك من مكان لمكان، يبدا يرجع لك بالكرسي نتاعه في حركة غريبة في الكرسي بصفة كان حالة توتر. كانت حالة توتر لأنه مش قادر يقرا، هو نوع من التلهي لهي المعلم باش يغطي العيوب اللي عنده بصفة عامة. نعم. لما تقول له اقرا بروحك تلقى فيه الرفض، تلقى عنده البكاء بصفة عامة، يعتقد أنه حالة توحد. هذا غلط، أن العيل لو حاول يغطي المشكلة نتاعه أو العيب نتاعها هي في اشياء مساعده المفروض يستخدمها المعلم في المؤسسه التعليميه في الفصل باش يقدر تساعد الطفل، المفروض نشيلها نتكلم عنها بالتفصيل. فعلا اذا يصاب بالبكاء عندما يحاول القراءه؟ اكيد تلقى عندها قلت فرط في الحركه، تلقى عنده عدوانيه، البكاء، عمليه الرفض، انتقال من مكان الى مكان اخر، ممكن لما يجي يقرا طلبه هو ما يقراش تلقاه، وتلقاه لاهي في اي موضوع ثاني يدري باش يدير عمليه تغطي يعني زي الحيل الدفاعيه يستخدمها باش يغطي على العيب اللي عنده الطفل هو يعني. طيب سنعود لك استاذ ساسي، والان العوده مع استاذه فاطمه. استاذه فاطمه، طيب بعد الاخذ والرد في هذا الموضوع بحسب خبرتك، هل هناك علاج يمكن ان نعالج به هذا المرض تحديدا؟ بالنسبه كعلاج طبي لا يوجد يعني علاج محدد ان تعالج به. نعم. ريسكيا او تاخر دراسي. بس زي ما طرقت فيما سبق ان عده طرق ساعد الطفل على التغلب على هذه الصعوبات، سواء القراءة أو الكتابة أو يعني من ناحية مثلا النطق أو اللي هي العوامل زي ما نقول احنا النفسية اللي متأثرة على أطفال اللي عندهم ديسلكسيا والتأخر الدراسي. وفي بعض الحالات يعني أول شيء لازم ندير تشخيص مبكر، بس هذا يعني ديما ننوه عليه في كل الإعاقات، سواء متلازمة داون أو اللي عنده مثلا ضعف سمع وبقايا نطق، اللي عنده مثلا تخلف عقلي بسيط او شديد، التدخل المبكر ونأكد عليه في كل حلقه، ونتمنى الاستاذ ساسي يأكد عليه في حلقات اذا كان ما زال عندكم برامج موجوده. نعم. تدخل مبكر للاطفال، هذا كله يساعد الطفل على اكتساب مهارات وتغلب ايضا على الصعوبات اللي تواجهها قدام في اللي هي في الدراسه، وتوقف ايضا على قلت لك شده الحاله ومن ثم تشخيصها. يعني كلما انا شخصت الحاله في وقت يعني ابدا كل ما انا ساعدتني اني اتخلص
حتى ولو ان جزء بسيط من الديجليسكيا اللي هي يعني نشوفها يعني في الاونه الاخيره بشكل موجوده عند الاطفال. نعم، شكرا لك يا استاذه فاطمه المشاي اخصائيه فئات خاصه، جزيل الشكر لك. الآن مشاهدينا الكرام للحديث بقية، ولكن بعد هذا الفاصل نخرج إلى فاصل ومن بعد نواصل بإذن الله تعالى. حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير. وقتك لا يسمح لك بمتابعتنا، ترغب بمعرفة آخر الأخبار ولا تعلم كيف؟ تابع صفحة التناصح على الفيسبوك ليصلك كل جديد وتعرف مواضيع برامجنا وعناوين الأخبار قبل عرضها، وتتمكن من التفاعل مع برامجنا وتعبر عن رأيك. توفر لك صفحتنا على الفيسبوك أيضاً خدمة البث المباشر، والتي تعرض فيها كل برامجنا المباشرة ونشراتنا ومواجيزها وكل الأحداث المهمة التي تعرض على القناة. حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير، يفرح الغير. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، واهلا بضيفي مجددا استاذ ساسي. استاذ ساسي، كنا نتحدث عن على القراءة وكيف يؤثر ذلك مع المصاب بهذا المرض. ننتقل الى الكتابة، هل تؤثر الكتابة على المصاب؟ اكيد، خاصة لما يكون الطفل ما يقدرش يكتب مظبوط، لان حتصير زي زغلله في العيون نتاع الطفل بصفه عامه او في الجهاز العصبي نتاعه، مش حيقدر يرتب الكتابه بالضبط. عمليه التوصيل بين العقل وبين الايد وبين الاداه اللي يكتب بها تصبح في نوع من اللي هو الحيره في الطفل بصفه عامه، لما يلقى في ضغط كبير من البو والام، اكتب وخلي خطك معوج وسوي مظبوط وبرع الخط ما تطلعش من الزلازه نفسها وما تمشي الخط، تبدا نوع من الريبه للطفل. هذا تصبح عنده مشكله، يعني حتصبح لي مشكله ترفض عند الطفل، حتصبح عندي مشكله خوف، حتصبح لي مشكله انعزال للطفل، حتصبح لي مشكله عدم استقبال للمعلومات. هذه راه في مشكله كبيره، خاصه المعلومات اللي تصف اول تبيهم كلهم يكتبوا فصل الزلازه يحطوا رقم واحد ورقم اثنين، وتبيه حرف البي والنون يمشي على السطر زي المسطره. افرض يجيك عيان الديسلكسي، كيف بتدير معاه به؟ عندها حسب الاحباط، لان هو حتصبح زي ما تقول نفسيا متعرض للنقد، نقد نقد نقد، صح، نوع من الهشاشه وضعف. هذا تؤثر، لان هذا الربط دائما يصير بين التاخر الدراسي. اكيد، انما يشوف زميل اللي في جنبه معاه كاتب كويس، واللي قدامه واللي في جنبه، حيصير نوع من شو اسمه من الاستحياء، يعني من الدنيا احنا نسموه فيها. لا، انتبه للطفل، هو حاول ما تخليش يكون مرصد للاخرين وانتبهوا له انه هو ضعيف في الاشياء زي هذه، باش نشجعه ونجيبوا له الطريق. طبعا طيب، خلينا نتكلموا على العلامات والمظاهر اللي تلفت الانتباه للمصاب. الشيء اللي تلفت الانتباه للمصاب نفسه اللي حاطين به يعني؟ لا، المصاب نفسه في علامات ممكن او مظاهر احنا نلاحظوها عليه تلفت لنا انتباهنا او تلفت انتباه المدرس. كويس، اول شيء لما يجي يكتب حاجه تلقاه يدور على الشيء اللي يكتب عليه بالضبط، مش عارف كيف بيتصرف. كان ورقه تلقاه مقمز، شوفها هيك وشوفها هيك وشوفها هيك، يحرك فوق الورقه في كل الاتجاهات. نعم، كان بيقرا اطلعت فيه تعلم واضح في ونسموها في الكلام بصفه عامه، ويحاول انه يتهرب من الاجابه. هذه الاشياء ممكن تصير للطفل في حد ذاتها تصير، يعني خارج الدراسه في المنزل مثلا، لاحظوا انه هو صعب انه يلم الافكار بالنسبه لي هو مع تواصل مع الناس العاديين بالكلام العادي ما فيش هيك مشاكل كبيره. ممكن في بعض العبارات تلقى في عكه في الكلام احنا نقوله فيها، او مثلا بيقرا لك حاجه في التلفزيون او في بوستر معين، في حاجه تلقاه يدور على الشيء نفسه، يعني مش فاهم بالضبط، تستغرب كيف تلقاه. اذا الحديث العادي ما يلاحظش عليه، هل بيلاحظ عليه في الدراسه اثناء القراءه؟ الحديث العادي فيه عمليه تخزين صايرت له هو الطفل بصفه عامه، تصير اكثر شيء في المعلومات الجديده اللي بيستقبلها كقراءه هي تسبب للربكه هذه يعني. طيب، كيف يمكن ان يساهم الوالدان في تفاقم وضع الطفل وخاصه رده الفعل عند اكتشاف هذا المرض؟ اكبر شيء واكبر مساهمه يتقبل الحاله. كانك ما تقبلهاش هذه مشكله، لازم تتقبل العيل. كان ما تقبلهاش هو بيحس بالموضوع، هو ثاني شيء تتعامل انت وياه، خلاص عنده سلكسي، خلاص ما انا عنده الداء هذا وعنده المرضى ولازم نقطع عنده مشكله هذه،
وعلى الأقل نشوف الناس عندهم شوية خبرة يعطوني شوية معلومات نزودها لبو الأم كيف تعمل معها في الحوش وما تفقمش الموضوع نفسه ونحاول حتى كيف نقريه ما نقريش جنب خوته ممكن يشبحوا أنه هو مدقي مع هلبك كذا يصير حتى نوع من تعب العقل يشبح مثلا ممكن خوته شوية بنظرة دونية أو يضحكوا عليه في الحوش تصبح نوع من الأحباط فور ينتبهوا الأهل في النقاط زي هذه. نعم طيب الكثير منا يعتقدوا أن الديسلكسيا هو مرض وأن هو يقف عاجز أمام الإبداع ولو نشوف ولو ننظروا للعالم نلقوا أن علماء كانوا ودكاترة كانوا مصابين بهذا المرض مثل عندنا أينشتاين توماس أديسون وغيرهم أكيد. أكيد كيف تعلق على هذا الموضوع؟ أكيد طبعا أي علماء شفته من حتى بيتهوفن كيف مدار المعزفة نتاعه الأخيرة طبعا كان استغربت ناسنا كان ما يسمعش أصم يعني تصور الإنسان في الأخير مخلوق سبحان ربي خلقه في الدنيا دي خليفة الله في الأرض صراحة وعندها إبداع الإنسان المخ طبعاً إبداعات وبشوف كفاية كل دعوات من جبار اللي تلقى الحديث الكلام هو طبعاً صراحة يعني منقف عليه يعني صح زي ما قلت حضرتك أنا قلت أعرف شخصياً لعيب كورة محترف في نادي كبير في ليبيا عنده الداء هذا ومصاب به يعني بصراحة هل بيطلق عليه إنه مستواه العلمي ضعيف لكن كيف تقامز أنت تشوف ثقافته وكلامه ومنطقه وأسلوب نتاعه خم متخرج من جامعات كبرى ومن شهاد كبرى زي ما قلت حضرتك يعني هي ما هيش مخترعين اكيد مخترعين هي ما هيش الاعاقه يخلقها المجتمع والناس اللي حايطين بهم هم اللي يخلقوا لها الاعاقه هذه لما يلقى الصد والرد نسموه فيها احنا او المزاح او الكلام السلبي او النعت عليه او الكلام السلبي بحيث انه مش راح يصير منه إيه؟ على سبيل المثال يكون فاشل في دراسته وانت شو تعرف غير ذلك وانت شو تعرفك وانت دماغك مسكر بلا مخدر حتسبب له المشكله هذه عنده نوع من السدود بحيث ما عادش يواكب او ما عادش يطور من نفسه بالعكس حتى الاسره عاده يكون عندها احباط اكيد خاصه كانت الام والبو وانا والله شيط لي ريح حرك لي دمي كيف نعرف شيف تكتب كيف كذا انا شفت قلت لك حالات وصلين لي صف رابع صف خامس ابتدائي ما يجيش يكتب لك مزبوط لكن ما شاء الله في الحفظ وفي كل شيء يعني المفروض في معلمين تاع قدرات خاصه يلتجئوا لي من اطفالهم ما نفسهم حتى ناحيه الامتحانات يندلهم برنامج خاص لهم هم بحيث ما يكونوش ضحايا في المجتمع يعني انا شفت ناس حتى فاقدين البصر بلا مؤاخذه إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل بصراحة من أي داء يعني عندهم شهيد عليا ما شاء الله وشفت ناس بكم يعني بصراحة يعني عندهم مشكلة أكثر من دارسكي نفسه هذا وبصراحة كملوا قرايه نتاعهم ووصلوا لمشاهد كبيرة مش اللي هو داء بسيط قد تعمل أنت وياه ما فيش من المشاكل الكبيرة يعني خير مثال طبعا للعلماء اللي ذكرناهم كده صحيح صحيح طيب الآن هناك التعليم البديل الحديث فهل يمكن أن يكون التعليم بديل لهذا الطفل؟ هو اهم شيء نوفر احنا حجر اسمها حجر المصدر سواء هم سواء حتى لتاخر الدراسي حجر المصدر الطفل يتعلم كيف ينتبه للكلمات ينتبه للحروف كان عنده مشكله في الكلام كيف ينتبه للكتيبه كيف يسمع كان عنده مشكله في السمع توفير الاجهزه هذه راه لها دور كبير جدا جدا حتى موقع الطفل في الفصل عنده زياده من قاع مزاشي في المكان اللي فيه الشعاع نتاع الشمس ينعكس على عينه كان مشكله عندنا في القراءه مثلا في الكتيبه نحاول مثلا نحط له زي العكس على الورقه نتاعها شفاف باش يقدر يشبحها مضبوط يلبس نظاره معينه ممكن يلبس قبعه فيها في اطار معين بحيث تنتج الاضاءه مع اشياء كلها تكون مساعده للطفل بصفه عامه باش يقدر يتخطى الصعاب نتاعها والمشاكل باش نخففوا من الاثر نتاعها يعني في عده تقنيات يستخدموها تبي حلقه كامله خاصه توفير حجر المصدر هذه وين تتوفر الحجر في المدارس؟ بسيطة سهلة جدا جدا عبارة عن حجرة كبيرة يتم تقسيمها بفواصل زي الكمباساطة هذه نعم في كل تقسيم المساحة نتاعها زوز في الزوز أو ثلاثة في أو زوز ونص في زوز ونص فيها زي ما تقول طاولة معينة كرسي معين مع أجهزة معينة يستخدموها مع الطفل هذا باش يقدر يتخطى الصعاب نشوفوا درجة انحراف وين تصير عند الطفل هذا ونشوفوا ردة الفعل بالضبط وين المشكلة صارت له في النظر نتاعها أو في السمع أو في الكلام ومن هذيك النقطة نعالجه في الموضوع ونساعده يعني. لازم يكون في اخصائي نفسي موجود في هذه الغرفه متمرس سواء كان اخصائي نفسي سواء كان حتى معلم او اخصائي اجتماعي يكون أو شخص اعصاب على الاقل تكون عنده خبره في المجال هو باش يعرف كيف يتعامل مع نقاط الضعف يشخص الحاله ومن ثم ياتي هو التشخيص هو الاول ويدير مع التقنيه هذه شوف نقطه الضعف اللي وقف فيها الطفل نفسه باش يبدا يبنوا عليها يعني باش يقيموا هل هو هذا المرض اللي هو مرض الديسلكسيا او انه هو تاخر دراسي اكيد له في الاول اندار الاختبار في الاول نعم بصفه عامه الاختبار باش نعرف شو مشكلته ممكن تكون توحد طيف توحد ممكن تخلف عقلي بسيط ممكن تاخر دراسي ممكن عيوب كلام ممكن عيوب في السمع ممكن عيوب في البصر ما عندهاش نديروا اختبارات معمقه اخرى باش نكتشفوا الداء هذا والمرض هو نعم وبعدين ندخلوا حجرة المصدر يدرب فيها الطفل من شهر لشهرين ثلاث شهور باش يقدر يواكب باش يقدر كيف يتصرف مع الصعوبات اللي تصير معاه بصفة عامة يعني طيب ناتي إلى نقطة أخرى تطور جزء من الدماغ بينما الجزء الآخر الخاص باللغات يعاني
من مشاكل، كيف يمكن استغلال هذا لدى الأطفال؟ كويس، التغذية لها دور صراحة. التغذية والله في بعض المحافظات ربي يسامحهم يديروا في دعاية لنوع من الأغذية ومكلفة للناس ويضحكوا على الناس، كلها كلام مش مظبوط. ديما الطفل بصفة عامة عنده مشاكل في الدماغ وفي تركيب الدماغ، أفضل غذاء لي بصراحة اللي هي هذه البذور الموجودة في القمح وفي الشعير، لها فوائد كبيرة جدا جدا بصراحة، وتصلح عدة أخطاء عدة مشاكل صارت في الدماغ. كان بنتكلم من ناحية التغذية المفروض يكون في معنا أخصائي تغذية في الموضوع. هو ثاني شيء حتى هو الصفار تاع البيض اللي حتى هو في فايده كبيره للاطفال زيها، ما الخضره حتى لها دور كبير في ناحيه الفيتامينات، دير عمليه ترميم للدماغ بصفه عامه، ابتعاد كل البعد الاشياء المواد الحافظه المواد الملونه هذه تسبب مشاكل، خاصه المشبع بالمواد الدهنيه المصنعه الخطيره جدا جدا للدماغ. افضل غذاء للطفل بصفه عامه اللي هي الاشياء اللي يتغذى عليها الدماغ. طبعا الدماغ يستهلك اكثر من 70-80% من المياه، المفروض الناس يركزوا على شرب المياه بكميه كبيره خاصه الاطفال او الصغار الصغيرين. الفواكه خاصة في وقتها لها عدة فوائد، خاصة نخش شهر الشتاء إن شاء الله البرتقال، فيتامين سين، القرعة الحمراء، كلها طبعا نصائح مقدمة للأهل أكيد، والسناري وخضرة الشتاء، السناري واللفت والفجل كلها فيها فوائد كبيرة، الألياف اللي كلها فيها فوائد كبيرة زي ما قلت لك، البذور أو القمح أو الشعير، الحلبة والعدس والفاصوليا، كل هذه أشياء خاصة كيف تكون خضراء فيها فائدة كبيرة للطفل والأطفال عندهم مشاكل في الدماغ بصفة عامة. التغذية ما تجيش من لا والله أنا ولدي نوكل فيه، مش أنت توكل فيه ولدك، لا والله عصير سنتب وطرف كاكا وين هذا ماشي به، كلها مشاكل جيل عصير سنتب، كلها مواد يعني عصير عنبارية كلها فيها مواد ملونة، مواد خطيرة جدا جدا، والصوديوم كان بنتكلم عليه، مشاكل أخرى مواد الكيماوية، الجيل كيكات كلها فيها البيكنج بودر وفيها الأشياء هذه وفيها المحسنات تسبب مشاكل كبيرة لها أو لها آخر. بس يجيك من 4000-5 كيلومتر نخش فيه فصل مواد تحنيطية ومواد خطيرة جدا جدا، مواد ملونة كما نتكلم عنها كلها تسبب مشاكل في المواصلات العصبية في الطفل أو في الدماغ بصفة عامة، تسبب نوع من القصور، فلازم ينتبهوا. التغذية لها دور كبير جدا جدا، يكون فيها أيضا إهمال لوجبة الإفطار اكيد. واحنا مشكلتنا حتى صغارنا الصبح ينوضوا فيهم ماليهم المدرسه، خاصه تلاقي الام والبو والزوج يشتغلوا وينوضوا فيه العيل من الفجر وتلقاه ناقص النوم تاعهم بشكل يسقدوا فيه المدرسه طول، كيف يستوعب لك؟ كان ما يكونش فطور في فائده كبيره في تنوع الفطور، تحط للعيل شويه تمر، تحط له حليب، تحط له زبادي، خبز شعير، طماطم اخضر، خيار على السناري نطيب له، هذا كله شيء مهم، على العسل هذا كله فيه فائده، مش والله طاس تحليب معها شوية شاهي، ما هذا كل العيل مش حفظ لك مش حيستوعب لك، إن عدة مشاكل التغذية المفروض لها فيها انتباه كبير للأسرة متكاملة من ناحية البروتينات، من ناحية الكربوهيدرات، من ناحية الفيتامينات، كلها لها دور كبير إن هي ترمم المشاكل أو ناتي في الدماغ بصفة عامة. يعني ناتي للموضوع الأهم وهو العلاج، وكما ذكرت الأستاذة فاطمة لا يوجد علاج معين لاكتشاف هذا المرض، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ صحيح كلام تاعها، ديما نقول فيها اكبر علاج للمشاكل كلها التدخل المبكر، الكشف المبكر. انا اكتشفت بكري وتدخل مبكر خلاص نضمن ان في عمليه علاجيه كويسه. والعلاج يكون في تعاون من الاسره، من الشخص المتخصص، من المؤسسه التعليميه، والعلاج اكثر شيء تدريبي، تدريبي العلاج يكون كيف ندربوا العيله هو على الشعاع اللي صاير بالضبط ممكن سبب مشكلة في القراءة، الموجات الصوتية كيف تعمل مع الطفل، ممكن عنده مشكلة في الضوضاء أو ممكن ما يقدرش يتعامل مع الأصوات العالية أو أصوات النازلة، أو عنده مشاكل مثلا مفيدة كما نتكلم عليها في بعض الحلقات، أشرنا لها درنا لها موضوع نفس بصفة عامة، الأصوات المهموسة تكلمنا لها نفس القصة، ممكن العيلة هو عنده عيوب في الكلام، ممكن الجهاز الكلام تاعه فيه ضعف، كبر صغر اللسان، لسان مزمار مش كابر مزبوط، مثلا العيلة عنده مشكلة في الفك، هذه كلها فيها انتباهات. لما يكون في تدخل مبكر نقدر نتخطى عدة مشاكل في المستقبل. ما فيش تدخل مبكر تكون مشكلة متفاقمة، بيجيك العيل ويجيك زي الضحية ويقعد يشبح لك بنظرة بصراحة بؤس الطفل، ما نعرفش كيف تفهم انت وياه كيف تتصرف انت وياه، ان المالي جايبين الحالة متأزمة، جاية في قمة الحالة، ما جاناش بكري احنا نقولوا فيها. بصراحة هذا موضوع المفروض ننتبهوا ليه الأهل، وزي ما قلت لك بصراحة احنا مشكلتنا في ليبيا تأخر في الجواز وتأخر في الإنجاب، حتى هو المشكلة المواد الحافظة خشت البلاد، المواد فصل مواد مشعة والتغذية مش كويسة، المواد الحافظة والمواد الكيماوية في الخضروات، يعني بصراحة ما عندناش ترشيد غذائي، كل لعبنا في الأجنة، وخلي مشاكل تعاطي المخدرات وشرب الخمور اللعبة في الأجنة خلى هذيك بروحها، وأشرنا لها في عدة حلقات. بصراحة ثقافة المجتمع لها دور كبير في الوقاية من الأمراض، لأن التوعية تقلل لك من انتشار الأمراض، وبصراحة الوعي ليه دور كبير جدا جدا، التدخل المبكر يتخطى لك عدة عراقيل وعدة مشاكل للأطفال يعني. طيب في الختام نريد أن نعرف كيف نقلل من خطر الدسلكسيا.
التقليل من الموضوع هذا طبعا أكثر شيء للانتباه بصراحة. الصحة الإنجابية مهمة جدا جدا. الإمرأة بصراحة المتجوزة مفروض في دكتور متخصص في فترة الحمل نشوفه شو المشكلة الجنين هذا في كبر نتاعها في صغرة شو نصير لها شو المشاكل اللي عند الإمرأة بصفة عامة شو عندها سكر عندها ضغط عندها مرض وراثية سواء كان في الرجل في الإمرأة أشياء رأي مهمة. الشيء الثاني الأطفال لما يكونوا حالتين الولادة شو الأمراض اللي تعرضوا لها شو التطعيمات اللي يخدوها شو ما خداش من تطعيم شو الحرارة ارتفع عندها شو ما ارتفعش عندها بصفة عامة. نشوف الأطفال اللي عمرهم تاعهم من 2-3 سنوات مشوا بكري ما مشوش بكري عنده مشكلة في الكلام هذه كلها أشياء رأي مهمة جدا جدا يتوقف عليها الأب والأم. الصحة الإنجابية رأي مهم جدا جدا سواء كانت في النمو سواء كانت في التربية سواء كانت في التنشئة باش نتخطى عدة عراقيل في المستقبل. نعم. طيب الحل الأمثل للمصاب بالديسلكسيا برأيك؟ زي ما قلت لك الحل الأمثل التدخل المبكر. لما يكون في تدخل مبكر نقدر نتخطى المشكلة. ثاني شيء المؤسسات التعليمية لازم تكون في ناس متواجدة تكون أكاديمية الناس هي متخصصة في هذا المجال متخصصة في المواضيع هي تكون نعم. عندنا ناس عندها خبرات بيسيدي مدلت معنا شيء خبرات نستعين نقولهم تعالوا أنا واحد من الناس ديما ناشد نقول أي شخص بيدير دورة في أي موضوع في مشاكل النفسية والسلوكية يتفضل المركزات المجاحة مرض السارية بابنا مفتوح راح نشتغلوا في إدارة الإيدز في اللي يستغل الموضوع ده كيف نحن نشتغل في إدارة الإيدز صح نشتغل في إدارة الإيدز نخدم الإيدز اللي كبدة المخدرات لكن تنتجها المرض النفسية والسلوكية إن هي تسبب اضطرابات في الشخصية تخليك في انحرافات في المستقبل زي عيل مصاب بداء زي هذا لما يلقى عنده أحباط وعنده مشاكل مؤسسة تعليمية ويطرد منها بيمشي للشارع شو يصير انحراف بيتجه الأشياء اللي هي نكافحوا فيها. إذا يكون في تعاون في وزارة التعليم وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة في المواضيع زي هي بحيث على الأقل نقدروا نحطوا استراتيجية وطنية كبيرة باش نتخطوا كل المشاكل. نعم والكل يساهم في اكتشاف هذا المرض أكيد. يبدأ من الأسرة المؤسسات التعليمية أكيد. وكذلك المجتمع بشكل عام وبصفة عامة حتى في المستوصفات. أنت لما تجي تفتح مثلا مركز رعاية الأمومة والطفولة ليش ما يكونش فيها أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي يكتشف لك مشاكل واضطرابات زي هي. نعم فعلا. ليش ما تنشرش وحدات الدعم النفسي وحدات النفسية والاجتماعية والسلوكية في كل المستوصفات اللي عندنا تخصص لهم حجرة على الأقل نكتشفوا تشتغل تطعيمات وتشتغل الأمراض والصحة عامة حط موضوع الصحة النفسية فيه على الأقل باش تكتشف الأشياء زي هذه. نعم شكرا لك أستاذ ساسي موسى أخصائي إرشاد نفسي وتعديل السلوك جزيل الشكر لك. شكرا بارك الله فيك. أيضا لكم مشاهدينا الكرام جزيل الشكر على متابعة هذه الحلقة استودعكم الله تقبلوا تحياتي هذا أنا نادر البغدادي نلتقي مجددا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقى الطير ونجاري هو نطير آمنا بتغيير.